تكلمنا في الفيديو السابق عن الذكاء الاصطناعي وعن الأقسام اللي بيتقسم إليها. ذكرنا أن الذكاء الاصطناعي ممكن يتقسم إلى 3 أقسام أو 4 أقسام، وأخذنا الجزء اللي أنه بيتقسم إلى 4 أقسام. وزي ما تشوفوا أنه الرياكتيف ماشينز الليمتد ميموري والثيوري أوف مايند والسيلف أويرنس، لكن هذه الأقسام كانت بالنسبة إلى الفانكشناليتيز، بالنسبة إلى الوظائف، بالنسبة إلى الخدمة اللي بيقدم فيها أو بهذا الذكاء الاصطناعي. لكن في برضو تقسيم آخر بيقسمه بعض الناس تسمى بالنسبة إلى القدرة، اللي يسمى بالنسبة لـ based on capabilities، وهذا التصنيف مختلف نوعا ما. ممكن نذكره باختصار، هو بسيط. الجزء الأول من تقسيمة هذا يسمى النارو artificial intelligence، اللي هو نمسكه حتى كذا نارو AI، اللي هو النارو تأتي بمعنى الضيق أو البسيط، نوعا ما ممكن يكون ضعيف على كل. هذا النوع من انواع الذكاء الاصطناعي هو يكون مخصص لوظيفه واحده، فمثلا يكون مهمته مثلا الكلام او مهمته تصنيف الصور الى اخره. هذا النوع من انواع الذكاء الاصطناعي انتم يمكن تستخدموه دائما، هو اكثر الذكاء الاصطناعي استخداما. فمثلا عندنا هنا مثال، عندنا سيري اللي بتستخدمها في الجوالات على طول، اليكسا الى اخره. فهذا النوع من انواع الذكاء الاصطناعي مخصص لاداء وظيفه واحده. النوع الثاني من انواع الذكاء الاصطناعي بناء على القدره ياتي بمعنى جنرال اي الذكاء الاصطناعي العام. والذكاء الاصطناعي العام ممكن ياتي بمعنى انه يكون في ذكاء اصطناعي يمتلك اكثر من قدره او اكثر من مهاره. مثلا الانسان يستطيع يتكلم، يستطيع يرى، يستطيع يسوي عمليات مختلفه في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي اللي هو الجنرال اي اي هو تقريبا شيء يشابه للانسان او شيء يكافئ قدرات الانسان. النوع الثالث يسمى سوبر اي اي. السوبر اي اي هنا يتم معنى الذكاء الاصطناعي الخارق. الذكاء الاصطناعي الخارق هو الذكاء الاصطناعي اللي بيجي يعني ان شاء الله مستقبلا ويتفوق على قدرات الانسان، وانه بيسوي اشياء الانسان لا يستطيع انه يصنعها. هذا بالنسبة للذكاء الاصطناعي الثالث، التقسيم الثالث من بناء على القدرة. أيضا لو تشوف هنا تقريبا هو مثلا السوبر ارتفيشال انتليجنس بيكون من السيلف اويرنس. الجنرال اي اي برضه ممكن يكون خليط ما بين الثيوري اوف مايند او الليمتد ميموري والسيلف اويرنس. فالتقسيمات هي نوعا ما تختلف، لكن المعنى يبقى واحد، انه في عندنا ذكاء اصطناعي بسيط، وفي ذكاء اصطناعي نوعا ما متوسط القدرات، وفي نوع ذكاء اصطناعي بيكون خارق. هذا فقط باختصار كان في مصطلح الذكاء الاصطناعي. في الفيديو القادم ممكن نتكلم عن الماشين ليرنينج، اللي هي الماشين ليرنينج هي جزء فقط من الذكاء الاصطناعي، وبنبدا نتكلم عن اقسامها الى اخره مع بعض الاستخدامات، ونشرح حتى شيء بسيط منها نظريا.